وإلى ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، دعت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي المواطنين بعدم قبول استيلاء قادة الجيش على السلطة في البلاد. ووفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على موقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أن زعيمة البلاد تركت هذه الرسالة للشعب بعد أن كانت الشائعات حول محاولة الجيش السيطرة على البلاد في الأيام الأخيرة. ومن جانبه أعلن الجيش في ميانمار تولي القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية إدارة البلاد. وقال بيان للجيش أن اعتقال رئيس البلاد والزعيمة المدنية أون سان سوتشي وقادة الحزب الحاكم جاء ردا على تزوير الانتخابات، متعهدا بإجراء انتخابات جديدة وانتقالا للسلطة. هذا وقد رفع جيش ميانمار حالة الطوارئ في العاصمة ومدن أخرى، حيث انتشرت القوات في جميع الشوارع، فيما أبلغ سكان محليون انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات. وفي نفس السياق أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الأحداث في ميانمار، ودعت فون دير لاين في تغريدتها لإعادة الحكومة المدنية الشرعية بما يتماشى مع دستور البلاد والانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين. في غضون ذلك حذرت الولايات المتحدة من محاولة تغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي أن إدارة بايدن ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين في ميانمار إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات والإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين، مضيفة أن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه على الوضع. ومن جانبه ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة اعتقال جيش ميانمار الزعيمة أونغ سان سوتشي وزعماء سياسيين آخرين، كما أضاف أن الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للجيش تعد تطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار. عبر سكايب من نيودلهي دكتور وائل عواد الكاتب الصحفي، ورحب بك دكتور وائل بداية على شاشة أكسترا نيوز. دكتور وائل، سأبتدي معك من فهم الواقع يعني السياسي أولا على الأرض في ميانمار. الانتخابات اللي تمت منذ فترة، الانتخابات البرلمانية، كانت بمطالبات دولية لإرجاع ديمقراطية والشفافية، وفاز بالفعل حزب الزعيمة سان أوتشي بنسبة 83%. اليوم الجيش يقول بأن الأحداث التي وقعت هي ردا على تزوير هذه الانتخابات من قبل سوتشي وحزبها. كيف هو الواقع على الأرض دكتور وائل بما يخص هذا الموضوع؟ أسعدتم أوقاتا. نعم، في الواقع الجيش يعتبر أن هذه الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي بأنها انتخابات مزورة، وحمل الحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مسؤولية التزوير في هذه الانتخابات، وبدأ في حملة الاعتقالات والتحقيق بهذه الانتخابات الذي اعتبرها باطلة، ورفض السماح لأعضاء البرلمان من الحزب الحاكم بأداء اليمين الدستورية، وبالتالي أعلن هذا الانقلاب المفاجئ، علما أننا نعلم جميعا بأن جيش ميانمار هو الذي قام بوضع هذا الدستور وتوعد بتعهد بالالتزام به وإبقاء السلطة المدنية. لذلك هذا الانقلاب قد يكون مفاجئا بالنسبة للعديد من المراقبين، ولكنه في الواقع أيضا لا يريد الجيش أن يثبت هذه الحكومة الحالية لدورة انتخابية ثانية باعتبار أن هذه الانتخابات مزورة، فأعلن حالة الطوارئ وأيضا أعلن وتعهد بإجراء انتخابات أخرى غير هذه الانتخابات مبكرة أيضا. طيب دكتور وائل، قلت بأنه يعني ربما معظم المراقبين الدوليين تفاجأوا بالأحداث التي شهدتها ميانمار، ولكن هل تعتقد بأنه زعيمة الحزب الحاكم سوتشي تفاجأت كما تفاجأ المراقبين؟ لأنه كان لها تصريحات أخيرة يعني قالها نائب رئيس الحزب تقريبا بعد اعتقالها بأنه يعني ترفض ما حدث وتحث الشعب
الشعب أيضا على رفضه. كيف هو حال الشعب في داخل ميانمار وصداه يعني على هذا الموضوع؟ الحكومة في الواقع ميانمار هي منذ فترة طويلة كانت تخضع لحكم العسكر، وبالتالي الشعب يلتزم تماما بقرارات الحكومة العسكرية. لكن ومنذ التسعينيات كما تتذكرين في عام 1989 عندما بدأت أونغ سان سوكي بحركتها من أجل الديمقراطية وحازت على جائزة نوبل عام 91، كان هناك دعما دوليا لها لهذه المواقف بالنسبة لتعزيز أسس الديمقراطية، لكن الجيش استمر في الحكم ولم يعر انتباها لأي من هذه الاتهامات والضغوط الدولية، وحافظ على علاقات قوية، ودول الآسيان كانت تدعم الحكومة ميانمار على الرغم من أن الضغوط الأمريكية والأوروبية على هذه الحكومة. لذلك هي حكومة الظل، حكومة العسكر في ميانمار هي حكومة الظل بالنسبة لهذه البلاد. ونحن نعتبر أن هناك دولة هجينة بين الدولة، ما يسمى بالدولة الهجينة بين المدنية وبين العسكر. لذلك عندما حاولت أونغ سان سو كي أن تدخل إلى خوض هذه الانتخابات وتميل أكثر إلى الدول الغربية، كانت ميانمار الحكم العسكري يرفض هذه الميول باعتبار أنها تؤثر على المصلحة الوطنية القومية لهذه للبلاد. وبالتالي فهذا الانقلاب الآن يضر في مصلحة الديمقراطية في ميانمار أكثر من كونه يضر في مسألة الحفاظ على كيان ووحدة البلد ودعم اقتصادها من قبل الجيش. ولكن دكتور وائل، يعني كما ذكرت حضرتك سان سو كي لها تاريخ عريق كونها أيضا ابنة بطل الاستقلال في ميانمار، وكان لها سمعة طيبة في أنحاء العالم كما أنها نالت على جائزة نوبل يعني كما ذكرت، لكن طريقة إدارتها لأزمة الأقلية المسلمة في ميانمار وموضوع الروهينجا تقريبا يعني لا أدري إن كان غير هذه الشعبية من داخل ميانمار أو حتى من الأوساط الدولية. كيف ترى دكتور وائل شعبية يعني هذه السيدة اليوم؟ طالما أنها فازت بجائزة نوبل من أجل السلام فهذا يتوقع منها كزعيمة عالمية لم تعد زعيمة محلية أن تكون أكثر إنصافا لهذه الحركات من أجل الديمقراطية والانتهاك وضد الانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد الروهينجا في عام 2017 عندما بدأ تدفق الروهينجا من منازلهم وقتلهم وحرقهم من قبل الجيش، ودعمتهم اكشلي وفي الواقع حافظت على الصمت الكامل، لم تقم بأي دعم لتندد بهذا الموقف وبهذه الأعمال باعتبار أن الأغلبية أيضا من البوذية، وبالتالي هي أرادت أن تحافظ على شعبيتها داخل البلاد. لكن في عام 2019 أيضا قامت بدعم موقف بلادها في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان وفي منظمة الأمم المتحدة باعتبار أن ما يقوم به الجيش صح ولا يخالف وليس هناك أي انتهاكات أو أعمال إجرامية ضد المسلمين. لذلك هي فقدت شرعيتها الدولية ومصداقيتها، لأن الجميع كان ينقل هذه الأخبار، وهذه أيضا خففت من أسهمها. كذلك الأمر الأوضاع الاقتصادية المتردية وأيضا موضوع الكوفيد 19 كورونا أثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية، وطالما أن مفاتيح الحل تكمن في يد الحكم العسكري أعتقد أنها لن تجد كثيرا من التحركات الديمقراطية باعتبار أن الجيش يعتبر أي تحرك ضد السلطة المركزية وخاصة في فترة الطوارئ هو مدعوم خارجيا. ولكن هذه الخطوات ربما تكون أيدي خفية أيضا أدت إلى هذا الانقلاب لدعم الموقف الأمريكي في اتجاه الصين في المستقبل، باعتبار أن إدارة بايدن تركز على موضوع انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية ليس فقط في آسيا ولكن في جميع أنحاء العالم. طيب يعني عند هذه النقطة أيضا دكتور وائل، كل ما ذكرته في يعني في بداية قراءتي لأخبار ميانمار كان هناك تأييد يعني أو إدانة دولية لما حصل اليوم، إن كان من المفوضية الأوروبية من منظمة الأمم المتحدة حتى الولايات المتحدة الأمريكية أدانت حذرت من تغيير نتائج الانتخابات الأخيرة وقالت أنه من الممكن أن تتدخل وتحاسب المسؤولين عن ذلك. يعني لما كل هذا الاهتمام من الولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى تدين بشدة ما حصل، وأيضا يعني تقول أنه من الممكن أن تتدخل؟ يعني كما يقول المثل الشعبي عندنا أنه اسمعي يا كني افهمي يا جار،
أي بمعنى أنها صحيح أنها تردد بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، لكنها تركز بشكل أساسي ضمن سياق سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، لأن الآن التركيز بشكل أساسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ، بل أيضا والولايات المتحدة تركز بشكل أساسي على هونغ كونغ وتايوان، وتركز على هذه الملفات ليس فقط في الصين بشكل عام، ولكن أيضا في بعض الدول التي بدأت تفقد مصداقيتها باعتبارها الدول الديمقراطية. لذلك هذا الملف يعتبر ملفا هاما جدا بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كسلاح جديد يستخدمونه ضد هذه الدول لتحقيق مآربهم السياسية، يعني بعيدا عن تعتقد دكتور حقيقة أنه دعم حقوق الإنسان. من الممكن أن تتدخل عسكريا الولايات المتحدة أم أنها ستكتفي بفرض لن عقوبات تتد... مثلا على لن المسؤولين؟ لن تماما لن تتدخل الولايات المتحدة، لكن ستفرض عقوبات اقتصادية بالتأكيد، وستضغط على حلفاء ميانمار خاصة في النمور التمييل في رابطة الآسيان بأن تقوم بتحجيم دورها. لكن أعتقد أن الظروف قد تغيرت، ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على استخدام سياسة العصا ضد أي دولة فيها، على الأقل حتى تستعيد هيبتها ليس فقط في آسيا ولكن في العالم. طيب سؤال أخير دكتور وائل، ديل محمد زعيم الروهينجا في ميانمار أدن الأحداث و يعني الأحداث الأخيرة التي أطاحت بهذه الحكومة وحث المجتمع الدولي على التدخل واستعادة ما سماه بالديمقراطية، كيف ترى أيضا رد فعل الروهينجا، وهل من الممكن أن يعني أي فعل من الممكن أن يتخذوها أن يحدث أي تغيير؟ لن يحدث أي تغيير، الأفقر الناس في العالم هم أهل مسلمي الروهينجا، وأصواتهم لم يسمعها أحد بعيدا عن حدودهم، وأن ماتوا أكثرهم في النهر في الأنهار وفي البحار التي تنقل إليها إلى بنغلاديش وماليزيا وتايلاند ودول الجوار، إما قتلوا وإما عذبوا وإما حوصروا. ولذلك المجتمع الدولي ينافق على موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من منطقة في العالم، والازدواجية المعايير هي التي كانت سائدة. لذلك لا أعتقد هذا الملف سيكون له تأثيرا كبيرا محليا وعالميا، لكن المخاوف هنا أن تبقى هذه العودة الآن، لأن الصين لها الدور الأساسي في الواقع في دعم حكومة ميانمار، وبالتالي الصين هي المعنية بشكل مباشر. علينا أن نتذكر أن ميانمار ستلعب دورا هاما وأساسيا في مبادرة طريق واحد حزام واحد للحكومة الصينية، وبالتالي هناك العديد من المشاريع، لذلك خلق البلبلة في هذه المنطقة هو الهدف الأساسي منه لغايات سياسية وأهداف استراتيجية لغاية في نفس يعقوب. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل عواد الكاتب الصحفي على كل هذه المعلومات، حدثتنا من نيودلهي.